مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا معنا واحد المنظر اللي زعما حقيقة غير مقبول في هذا الشهر الفضيل. مجموعة من الأشخاص اللي كيلعبوا الأوراق أو ما يسمى بالقمار بأحد الشوارع بمدينة الدار البيضاء. مجموعة من الأشخاص، ناس بعقولهم يما يعني، وجالسين كيقمروا انتم كتشوفوا، كيلعبوا الكارطة، كيلعبوا الأوراق في العلن في الشارع العام، بل أكثر من ذلك أن من بينهم أصحاب سيارات ها هما كانوا معهم وغادروا المكان من بعد ربما. ما انتهوا، هذا كيدل بانها بالفعل عمليه ديال القمار، لان لا يعقل ان ابناء الحي غادي يجتمعوا ويلعبوا اوراق ويقمروا ويكونوا من بسياره يعني قادمين من مكان بعيد. انتم كتشوفوا مازال شخص شاد الكارطه كيف كنقولوا بالدارجه، جالس كيدمص فيها كيقاد فيها من اجل انطلاق حصة أخرى ديال القمار. المثير للجدل هو أنهم ناس بعقولهم يعني جالسين كيقوموا بالقمار أحد أكبر الشوارع هنا بمدينة الدار البيضاء، شارع بشعيب الدكالي بمنطقة درب السلطان الفيداء. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نتمنى بأن الظواهر ما تبقاش تكرر في هذا الشهر الفضيل. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.